مساءكم سعيد مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في عدد جديد من برنامجكم أهل الشيخ، البرنامج اللي يطلع عليكم أكيد كل يوم ما عدا يوم الجمعة في خدمتكم في هذا البث المباشر بأطباق صحية، أطباق صيفية كذلك، وأطباق نتوما أطلبتوها منا أنه تكون حاضرة معنا. كانت معنا الشيف نادية يوم السبت أحد واثنين، وحاضرة معنا اليوم الشيف مريم اللي رحبوا بها. مساء النور. مساء النور. وشراكي النور سمية. وشراكي الحمد لله. وانتيا؟ الحمد لله. ولا غلط خالي. الحمد لله. خليك تحمل جمهورك. مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حصتكم الو شاف. ان شاء الله اليوم راح يكونوا اطباق جدد وشابين وخفاف ان شاء الله. وخفاف فوالا. اكيد. يلا مشاهدينا تعودوا انه دائما هناك رقم هاتفي في خدمتكم في طيله هذا المباشر، واللي هو 023 70 92 94. ما عليكم الا الاتصال بنا وكذلك البث المباشر في خدمتكم. تقدروا تخلونا تعليقاتكم، اقتراحاتكم وحتى انتقاداتكم نرحبوا بها. قبل ما نبداو كي العاده دائما نذكروا بالممولين لهذا الحصه. الله يبارك، يعني ممولين راهم بزاف، فهذا دليل على نجاح البرنامج اللي هو برنامج الوجدان. نبداو دائما بمنتجات الوجدان. حضر معنا دائما عسيله الوجدان في بلاطو الو شيف او في كونتوار الو شيف. عسيلة الوجدان أمامها دائما شوكولا للطلي غوتيلا، شوكولا للطلي بذوق البندق، شوكولا سوداء وبيضاء. دائما منتجات الوجدان شوكولا السوداء والبيضاء، شوكولا 100 غرام اللي كنتوا شفتوها معنا دائما في الو شيف، واستعملناها كذلك في رمضان في الحشو، استعملنا حتى في الكلاصاج، يعني في اشياء عديده نقدروا نستعملوها حتى كما قلت لكم للسرقه والاكل تطلع. فشوكولا 100 غرام لي قلت لا حضر معنا، كذلك شوكولا بيضاء وسوداء بذوق البندق. دائما منتوج اخر لمنتوجات الوجدان باتا غلاسي، حضر معنا بادواقها الاربعه. هاد الشوكولا اللي يستعملوها بزاف لي شيف لي غاتو ديالهم في الكلاصاج تاعهم، شوكولا بيضاء بالبندق بالحليب وسوداء. يلا نروحوا لسبونسر واحد اخر اللي حاضر دائما معنا، منتوجات افري بالماء المعدني ديالو، حاضر معنا دائما في الو شيف، بالاضافه الى العصائر ديالو بمختلف ادواقها. بما انه ذكرنا افري وذكرنا الماء، فموسم صيف، يعني الموسم مازال ما دخلناش موسم صيف، لكن رانا في سخانه، درجه حراره جد مرتفعه خاصه هادو ثلاث ايام، والناس مذاكر راهم صح سيختو اليوم اليوم بزياده. ربي يقدرنا ان شاء الله ويقدركم كامل. تفكروا بعضاكم ولا تفكروا خاوتكم بالماء البارد، لمالا واحد يدير في الثلاجه ويتفكر هكذا يجوز على ناس يخدموا في هذه درجه الحراره جد مرتفعه. تفكروا بعضنا، كاين ناس اباء وامهات راهم امام مراكز الامتحانات يستناو في وليداتهم، فلمالا نتفكرهم. قال البارح شفتني واحد الام كانت قالت هي سخانه لكن علينا احنا بروده، فربي يقدرهم ان شاء الله. يلا نروحوا للممول الاخر في البرنامج، جوسيسول. هذا الخبز، خبز البرجر اللي حاضر معنا دائما، وشفتوا به وصفات وراح نشوفوا به وصفات اخرى ان شاء الله. ممول اخر دخل معنا ما عندوش بزاف، كنا شفناه كذلك في رمضان، اللي هما منتوجات الواحه للتسوق او الواحه للتسوق اللي يهدي في هذا البرنامج قسيمه شراء بقيمه 5000 دينار جزائري. البارح قلت لي 5 ملايين 500 ألف يا ناس، وراني هكا 500 ألف ماشي 5 ملايين 500 ألف. تهديها لكم الواحه للتسوق، هي عباره عن قسيمه شراء، قسيمه شراء مهداه. قلت لكم الاجابه على سؤال كنا طرحناه مع ناديه يوم الاحد، اللي هو وشنو هو الشيء اللي نديروه الباذنجان باش ما يشربناش الزيت. داكو. وكانت الاجابه في نفس اليوم، وقلت لكم الاجابه تحكم على البث المباشر، تخلونا تما الاجابه. في كل اسبوع راح نخيروا فائز منكم، فائز او فائزه يكون محظوظ ويفوز معنا. يلا نبداو على بركه الله مريم. على بركه الله. دونك واش عندنا هنا اليوم؟ عندنا غراتان شاورما، وعندنا ان غاتو اللي هو اسمه لو بالي بروتون بلي فروي. دونك هذا الغاتو داخل ثاني مع لا باتيسري، تستعملوه بزاف، ميم في ميم الفون ديالو راح تستعملوه بزاف وصفات واحد اخرين. دونك عندنا لو بالي بروتون وعندنا غراتان شاورما. الوغ باش نبداو بغراتان شاورما، واش نسحقوا؟
نسحقوا. عندي هنا قطع تاع الدجاج، كان عندي صدر تاع الدجاج حكمته قطعته، ابخي غسلته قطعته هكذا خشين، خلوه هكذا شوفوا كيفاش راهو. فوالا نسحقوا خشين باسكو راح نطيبوا على زوج خطرات. دونك عندي هنا صدر تاع الدجاج، عندي ثوم زوج سنينات ولا ثلاثه، عندي لاموتا ملح، عندي فلفل عكري حار، عندي فلفل عكري حلو، عندي ثوم بودره، عندي فلفل الكحل، توابل تاع الشاورما، توابل تاع دجاج محمر، وعندي ثاني بصل مرحي. فوالا دونك قلنا عندي بصل مرحي، عندي لاموتارد، عندي ثوم، عندي عكري حار، عندي عكري حلو، عندي فلفل الكحل، توابل الشاورما وتوابل تاع دجاج محمر، وعندي علبه تاع ياغورت ناتشور هاوليك ياغورت طبيعي. عندي ثاني هنا لي فخيت كنت قليتهم وسميه يقرب تكملهم. عندي هنايا ثاني شيدار. سمعتيني واش قلت؟ ما قلت كنت قليت لي فخيت سميه يقرب تكملهم. باسكو بس نجيبهم ما ناكلش. فوالا دونك نبداو نجيب واش نجيب؟ ما نجيب والو. نحي برك الماء. ميرسي بوكو. يلا تفضلي. انا نضرب طلع البث المباشر اذا راهو كاين والتعليقات. واش ندير دوكا؟ عندي هنا الزيت، راح ندير الزيت هنا، تكثروا شويه الزيت. فوالا راح نزيد الثوم، قلنا عندي واحد زوج سنينات ولا ثلاثه صافي طون الحد نتاعهم. عندي ثوم مرحي، عندي توابل دجاج محمر فوالا، عندي توابل الشاورما، فلفل الكحل، عندي بصل بودرة، عندي فلفل عكري ولا عكري، وعندي تاني عكري حار. هنا ندير غير شوية ما نديرش بزاف. عندي ملح لاموطارد وتوم بودره. فوالا هنا لاموطارد درت واحد زوج مغارف صغار هكاك تاع قهوه. فوالا وعندي علبه تاع ياغورت ناتشور ولا علبه تاع ياغورت طبيعي. جبني على فكره مريم، ما كنتش نستعملو انا الياغورت ناتشور في الطيسين نتاع الوصفه، فعلا يعطي مذاق مختلف. ما من دجاج يطيب تمتم صح، حتى المذاق تاعو. يلا البث المباشر راه موجود، التعليقات راهم يطلعوا، الاجابات على السؤال راهم كاينين. فان شاء الله تكونوا ولا تكون وحده فيكم ما هي المحظوظه او المحظوظ. يلا نستقبل اتصال. الو 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 مساء النور. مساء الخير اختي سميه، مرحبا بك. اخبارك لاباس؟ الحمد لله. وانتيا؟ والله الحمد لله. الحمد لله. شكون معايا ومنين؟ معك ناديه من تقرت. شكون؟ ناديه؟ لاميا من تقرت. من تقرت؟ لاميا من تقرت ولا ناديه؟ ناديه. ناديه من تقرت، مرحبا بك ناديه. ربي يخليك. يلا طمنيني، طمنيني على خاوتنا في تقرت، درجه الحراره كيفاش؟ كيفاش راكم مع السخانه؟ انا مع السخانه. يلا والفتو يعني حتى اللي يكون قاعد، اللي يكون قاعد في بلاصه السخانه يوالف. عيطت لك في رمضان مره كانت زميلتك. نعم قلت عيطت لك في رمضان. اه انت ما كنتيش؟ كانت زميلتي زهره. اي وتمنيت نهضر معك. وهي حبيبتي مرحبا بك. يا ربي يعزك. واش اخبارك؟ سميتك؟ والله الحمد لله الحمد لله. مبروك عليك الخطبة. الله يسلمك حبيبتي، تعيشي. شكرا. واش راي الشيف مريم؟ والله الحمد لله. وانتيا واش راكي؟ والله الحمد لله منورين الشاشة. ربي يخليك. منورة بيكم بوفاكم. ربي ربي يبارك. يبارك فيك حبيبتي، شكرا. واش راي الشيف نادية؟ والله الحمد لله في نعمة. الناس قلت كل يسلموا عليكم. يسلمك حبيبتي، سلمينا عليهم كامل وتحياتنا لهم وربي يقدرهم ان شاء الله. ان شاء الله ربي يعزك. ان شاء الله. قولي لك شو حبيتي تشوفي معنا اطباق؟ تعالي حبيبتي انا نهضر معاكم نسمع صوتك. ربي يحفظك، تعيشي. ان شاء الله. يلا شكرا لك، شكرا على اتصالك. صح العفو. مع السلامه حبيبتي. سلام.
صح. شكرا. يلا هنا عاد نرجعوا للشيف مريم. واش قلنا اليوم راح نشوفوا غراتان شاورما. غراتان شاورما اللي كنتوا طلبتوه، درنا دجاج قلنا قطعناه شرائح شويه خشينه، شويه خشينه وي، باش كي نقليوها ابخير راح نقطعوها كوم سي شاورما تاع برا. دونك فوالا كنت مارينيتو، درت فيه الزيت، كثروا له الزيت شويه، درت فيه الزيت، درت فيه الملح، لا موطار، الثوم، ثوم مرحي، بصل مرحي، فلفل عكري، فلفل عكري حار، توابل تاع الشاورما وتوابل تاع دجاج محمر وعلبه تاع ياغورت ناتشور، وخلطهم كامل. هنا دو بريفيرونس لا تقدروا ديروها في الليل ديروها في الليل، لا تقدروا ديروها الصباح ديروها الصباح، قد ما يقعد في الماريناد تاعو قد ما يجي يشربها ويجي. فوالا دونك واش راح ندير؟ راح نقليهم في المقله باش ياخذوا لي هذاك اللون شتي تاع الشاورما، تجي شغل محروقه، تجي شغل هكذاك. دونك حنخليهم هكذاك لانها هي طيب يعني في هذيك الاله سبيسيال تاعها وين تدور وتقيسها السخان. هذا غراتا ماشي 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 شاورما كيما تعبر. يلا اللي ما عندوش توابل شاورما واش يقدر يعوضهم مريم؟ ما يديرش كان يدير الثوم، باسكو ديجا عندنا الثوم مرحي، بصل مرحي، عندنا الثوم، دونك عندنا بزاف لي زيبيس، دونك ماهوش حيأثر إلا ما درتيش، مي كان ديري حيعطي له كو بزاف ملح. الثوم والبصل مجفف؟ وي مجففين. درت ثاني ثوم حب ورحيته ودرته، ما درتش بزاف، درت واحد جوج سنينات ولا ثلاثة، ما حبيتش يكون عندي كو تاع الثوم. فوالا هنا كنت حضرت بيشاميل نورمال، حليب وفارينة وزبدة وفخوماج. هذا ما كان حضرتها من قبل باش يكفيني الوقت. هذا ما كان. دونك هنا الزيت يسخن ونقلو فيه شرائح الدجاج اللي درنا لهم الماغينات تاعهم. برك طبسي يابسو. يلا خذي راحتك يوسف ولا ايمان، يوسف المخرج وايمان بن مداح، اعطوني اتصال. يلا نستقبلوا اتصال. الو 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 ام ريتاج من جزائر العاصمه، مرحبا بك. الله يسلمك، مساء الخير، واش راكم؟ مساء النور. وين بالضبط في الجزائر العاصمه؟ نعم، مولاد فايت. بالضبط؟ وين؟ مولاد فايت. مولاد فايت، يلا كي جاره. يسلمك، ولاباس راكي مليحه اخت سميه؟ والله الحمد لله. وانتيا؟ الحمد لله، والله الحمد لله، حنونه تعيشي. يسلمك. انا حبيت نقول نشكركم على الوصفات اللي كديروا فيهم. لا شكر على واجب. يسلمك، وحبيت نقول تأدبيني بزاف يعني ما شاء الله. ربي يخليك، شكرا. مع الاخت مريم، ربي يعطيك الصحه على الجديدات ما شاء الله. ربي يخليك. راكي تعاودي في وصفاتها؟ نعم. راكي تعاودي منين داك وصفات تاعها؟ والله غير ساعه ساعات. على حسب واش يكون موجود في البيت. بيان سور بيان سور حنونه. حبيت نشكركم. لا شكرا على واجب. يسلمك حنونه، سلمي على شاف ناديه. يسلمك، تحياتنا ليها. يسلمك حنونه، بسلامه، خليكم بخير. شكرا لك حبيبتي، شكرا على اتصالك وان شاء الله تقيم الاوفياء. يسلمك حنونه، يسلمك. شكرا، مع السلامه. شكرا. يلا نعاودو نرجعو كما قلنا للطبق ديالنا اللي كنا درناه اليوم، غراتان شاورما اللي طلبتوه كذلك من مشاهدينا الكرام. قلتوا لنا حابين عفايس خفاف. وي لي غراتان هذوما مع لي فخيت، مع هذا براتيكمون هذا واش ناكلو في الصيف. واش في نستعملو ولا غير مانيش نطيب بزاف، ما نكذبش، نطيب لي غراتان، لي تشيز، بيتزا ولا هكذا، ماشي. انا البارح اللي رشفت لي على الرشه. سوفلي وطيبتيها، ما تقوليش طيبتيها. وشنو شريعه؟ لا ما تباش الرشه. ما تباش الرشه. ما تباش الرشه. والله غير شهيتها قلت ما نعجز عليها، طيبتها خفيفه ديجا الرشه. هي صح خفيفه، ما تاخذش بزاف الوقت. صح، انا على بالك لو كان ناكل رشته ولا طعام ابار الجمعه نحس روحي شغل زربت في السماء بزاف. صح، انا طعام وين؟ طعام شغل والفنا كل العائله الجزائريه تقريبا، يعني طعام يوم الجمعه شغل مقدس، شيء مقدس. صح، كيفاش نخربوه فيه؟ في كل الولايات تقريبا. يلا البث المباشر راهو كاين. يلا شكرا لكم. المشطه تاعي اليوم يلا عجبتهم المشطه؟ جات مهيله ما شاء الله. المشطه ديالي اليوم من توقيع دائما خبيره التجميل معنا صبيحه شلواح. يلا شوف، عارفين نحب نبخ شويه في شعري. صبيحه مشكوره على الاطلاله تاع اليوم، ربي يحفظك حبيبتي، شكرا لك اللي دائما تخدمنا في التجميل، وتعرفوا يعني كل الفريق نعيمه في مساعده الشيف. ف
فاروق هو لو ياخذ لك الكادر تاعي دوكا، رضوان من الهيك، حسام، كل الفريق، وكذلك رضوان كسري مسؤول بلاطو المخرج تاعنا يوسف تغرمت بلا ما نساوه. يلا نستقبلوا اتصال اخر. الو الو، مساء الخير. مساء النور. مساء الورد. الو، مساء الورد والياسمين. مساء الورد، هذه ساره. نعم، واش راكي؟ واش راكي ساره؟ مساء العسل. الله يسلمك حبيبتي، واش راكي؟ والله الحمد لله. وانتيا؟ هذه غيبه. الهرا يغيبك، نعيط وما نحكمش. هذا واش قالوا لي؟ كل يوم يقولوا لي الاتصال تاع ساره. ساره الناس اللي ما يعرفوهاش هي المتصلين الاوفياء لهذا البرنامج، يعني غير تهضر نعرف صوتها. اكي مليحه سوسو؟ والله الحمد لله حبيبتي. واش هي مريومه؟ الحمد لله. ويما كاين مليحه؟ الحمد لله، الحمد لله. الحمد لله، ودارك كاع بخير. والله الحمد لله حبيبتي. الحمد لله. وانتيا؟ يلا ما نسمعش بزاف فاروق من فضلك، اذا تقدر تزيد لي شويه الصوت فقط. هاكي سمعي فيا سميه. هاكاني نسمع، ما تبوجيش باش ما تقطعش، قلتي لي مانيش محظوظه. صهري هرب عليا سوسو. اي نور. سوسو كي مليحه؟ والله غير الحمد لله حبيبتي، الحمد لله. الحمد لله. وشاي شاف مريم؟ والله الحمد لله، يسقسي عليك الخير. وانت يا واش راكي؟ والله الحمد لله. وانت يا؟ والله الحمد لله يا ربي. الحمد لله. صوتك يمس طاقه ايجابيه بزاف. صحيتي، تعيشي، ربي يخليك ان شاء الله. سلمك، ربي يحفظك. صافا سوسو، ما كاين مليحه؟ والله الحمد لله، الحمد لله حبيبتي. الحمد لله، الحمد لله. هذا ما كان. يسلمك حبيبتي، تعيشي. ما تطلبي والو ساره؟ لا لا لا، عندي ملاحظه برك سوسو. يلا تفضلي. لي كادو ما ديت حتى كادو عندي عامين ما ديت. ساره البارح كنت نهضر فيها. ساره انت بنت الدار يا ساره. وشنو انا بنت الدار؟ ما عطيتونيش لي كادو ديالي. حي عليا. ساره. طالعه. البارح كنت قلت باللي ما كان والو. رحتي رحتي رحتي؟ ما كاين والو. وقتاش رحتي؟ رحتي من الحد لليوم؟ لا لا، عندها 19 ايام هكا. يلا انا نهار الحد قلت من الحد لا هاد الايام يعني هاد الاسبوع، قلت لهدايا تاعكم راه متواجدين، وكنت كنتي اتصلتي بيا ساره وقلت لك انه راح نتصل بالاداره، روحي دي الكادو تاعك من جوليز. هاي ان شاء الله. ولا ما ديتيش عاودي عيطي على المباشر وقولي لي ما ديتوش، باش ما يقولوا باش ما يقولوا الناس باش ما يقولوا نورمالمون كنت الدار تهلاو فيا. اكيد اكيد حبيبتي، روحي روحي. بابا سوسو توحشتك. يسلمك حبيبتي. وشو شاف ناديه؟ نسلموا عليها. شاف ناديه؟ نسلم عليها بزاف بزاف. سلمنا عليها. ومريومه شابه الله يبارك. ربي يخليك، ربي يخليك. خذها شرف فوقيه شابه. يسلمك، ربي يبارك. شكرا ان شاء الله عليها. يبارك عليها. يسلمك، ربي يحفظها. ما نطولش عليكم، نخليو الناس تعيط. صحيتي ساره يعطيك الصح. شكرا. يلا كما قلت نعاود نذكر كامل الناس اللي ربحوا في البرنامج تاعي في رمضان بقسيمة الشراء، ما عليهم الا يتوجهوا الى مجمع الشروق او يعني الاداره تاعنا لا ديريكسيون في جوليفي وين كاين لي غروسيس من الفوق، تسكتوا على قناه الشروق جايه في سوق الفلاح القديم، تما تلقاو لا ديريكسيون تاعنا، تقدروا تروحوا وتاخذوا القسيمة الشراء تاعكم اللي هداتكم هداتها لكم عفوا الواحه للتسوق في رمضان. والناس كذلك اللي ربما ربحوا دي كادو في برامج واحد اخرين روحوا يعني هذا الاسبوع، لانه يعني فيها اجراءات ماشي غير ربحوا الناس. ديجا شوفوا رمضان شحال راهو جاز عليه حتى الان باش وجدوا قسيمه الشراء، فماشي مستاهل، فيها اسماوات وفيها باش ماشي اللي يجي يعطوا له يقدروا يعطوا له الكادو، ولا يقدر واحد يدي يعني الكادو تاعكم، فروحوا راه متواجدين تقدروا تاخذوا الهدايا تاعكم. يلا نعاودو نرجعو للطبق تاعنا. دونك فوالا نقليوهم. هاشتي ديجا الشكل تاعهم يجي نقليوهم ابخي دوك نقطعهم باش يولو يشبهو بيان الشاورما، نقطعهم هكذا دي ترونش، ومن بعد نعاود نرجعهم في المقلاة في هذاك الزيت اللي قليت فيه، نعاود ندير كامل هذا الماغيناد، هذا الماغيناد اللي قعدت لي، نعاود نطيبها في المقلاة باش المرسول اللي ما طافش يعاود يطيب مليح. ابخي نطفي ومن بعد نديرهم في نحكم البلا تاعي تاع الكراتان، ندير شويه تاع لابيشاميل تاعي، ندير شويه تاع لي فريت شاورما وانسي دو سويت، وهي رايحه حتى وين نكملوا. كي نكملوا نديروا لابيشاميل ونديروا الشيدر تاعنا من الفوق ولا فروماج اللي عندكم في الدار وندخلوه في الفور، يعني مليح وما ياخذش بزاف وقت جو بونس. صح ولا صح؟ طبق سهل واكيد راح ناكلوا الجميع. يوسف شو يقول؟ ما نشوف ما باهي شو يغني. يلا تعليقات راهم كاينين على البث المباشر لحد الان، راهم 2404 كومونتير في 7 دقائق فقط. الله يبارك، الله يبارك. جمهور غافر لهذا البرنامج، يعني الجمهور ما شاء الله عليه اوفياء،
أوفياء ويحبوا دائما يعطوا الشيف اللي يكون معاهم طاقة الإيجابية أنه دائما يقدم لهم الأفضل. مهم انتم خليهم يبردوا، أنا هنا مازالوا شوية سخون. شوفوا الحكمة تقطعوا هكذا كيما الشاورما. علاش درت هكذا؟ شوفي لاكولوغ تاعو اون ديغي شاورما تاع برا. كي نقطعوا هكذا من بعد نعاود نرجعوا كامل في المقلاة. دونك حنقطعوا كامل شرائح هكذا. يلا نعاودوا نقولوا واش درنا فيه. درنا كمية تاع الزيت مليحة باش نشمخوا كامل هذوك الشرائح تاع الدجاج يكون شوية في الخشن. نقطعوهم. درنا لا موتارد، درنا الثوم مجفف، بصل مجفف، فلفل عكري حلو وحار. داكور. زيزي واش درنا؟ درنا توابل تاع الشاورما. توابل الشاورما، درنا كذلك الثوم حبيبات رابيناهم. زيزي واش درنا؟ توابل تاع الدجاج محمر ولا موتارد. يلا. من احسن قلنا نخلو هذه المارينا تقعد تيشربها الدجاج تاعنا كامل، ولا نكونوا مزروبين نديروا هكذا ديجا راه فيها هذوك التوابل. يلا نستقبل اتصال. الو الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا. واش راكي مدام لاباس؟ الحمد لله، وانت يا؟ الحمد لله. الحمد لله، مرحبا بك، شكون معنا ومنين؟ الوصفات تاعكم. يلا خليني نتعرف عليك. ام رميسه معمروطه. من عمروسا؟ من عمروسا. بوينان. بوينان جديدة. يلا يلا مرحبا بك. الله يسلمك يطول عمرك، يعطيكم الصحة على الوصفة تاعكم. لا شكرا على واجب، شكرا لك. وعندي بنتي إن شاء الله أيجوز امتحان تاع البكالوريا، راني نتمنى لها إن شاء الله باش تجيب الفات إن شاء الله. يا عمري ربي ينجحها، ربي ينجحها إن شاء الله. قالولي ماشي غير بنتي اللي حبيت هذا تما باش يقعد لي ذكرى لبنتي، عندي طفله وحده. يا عمري ربي ينجحها. كل وحده اخرى ثاني جاب ما شاء الله يبارك، وهذه ان شاء الله رميسه تكون وبنت اختي مالك ان شاء الله تكون من ناجحين ان شاء الله، وجماعه ام محمد ان شاء الله. راكي تبكي ام رميسه؟ الله يحفظك. لا لا حبيبتي ان شاء الله، شوفي ان شاء الله هاد الدموع يعودوا عليك ان شاء الله بدموع فرح ان شاء الله. شوفي دائما نخلوا املنا في الله، دائما نقولوا كل واحد دار مجهود وقرا وبذل مجهود وعيا في هذا العام. والله غير تعبت وتجري مسكينه، وان شاء الله بالتوفيق عليهم كاع ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله ناجح جميع أمة محمد، هذا ما كان ان شاء الله ان شاء الله. شي صعيب انا اول مره نتصل، اول مره هذه اللي تصل ان شاء الله. شوفي ام رميسه ان شاء الله ثاني اتصال تعيطي في البرنامج وتولولي تقولي لي رميسه ربحت. يعطيك صحة سوسو بيجازي. مدام بنزاوي. مدام بنزاوي. مدام بنزاوي. أنا إن شاء الله حبيبتي، إن شاء الله رميسة تفرحك وتعيطي وتقولي لنا ربحت. إن شاء الله. إن شاء الله حبيبتي. إن شاء الله. إن شاء الله حبيبتي. وسلمي عليهم كاع تاع مشورهم ويعطيهم الصحة. شكرا لك، شكرا. وربي يخليهم إن شاء الله. إن شاء الله، وما تبكيش لأنه الأبناء يشوفوا القوة تاعهم في الوالدين. هي صح هذاك لو ستريس والخوف وكذا، لكن خليها ايجابيه، خليها تعطيها ثقه في نفسها انها انا ولا راني واقفه معاها ولا غنوض معاها، وبنتي معليش الا غلطتي في حاجه تديريها في الحاجه اخرى، وهذه هي الدنيا وشوفوا مع ربي سبحانه. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون من مكتوبها ان شاء الله وتفرحك. يطول عمرك ان شاء الله حبيبتي. شكرا لك. بيلاقينا ان شاء الله في ساعه اخر. شكرا لك حبيبتي. نعيش نقول لكم ربي ان شاء الله يا رب ان شاء الله. نسمعت ولويله ان شاء الله. شكرا لك حبيبتي، شكرا. بارك الله فيك. وفيكي بركه، شكرا. سلم. يا عمري الاولياء وسختو الام. الام يعني مكانتها وحدها تحب صح. الام دائما نقولها، انا نقول الام لما ينجحوا ولادها لانها هي دارت حياتها، وكما نقولوا تزوجت وجابت اطفال وخلاص، اذا قرات ولا ما قراتش خلاص فهي حياتها دارتها. فالام دائما تحب تزوخ بولادها، يعني تذكروا هذا الشيء انها تحب تزوخ بولادها. فلما يسقسوا الوالدين يقولوا لهم كيفاش راه وليدكم ولا واش راه يديروا وليدكم، لما حنايا ما نديروا لهم شي الدراري صوره مصغره على يمات. ربيتيهم مليح يقولوا يماهم، ما ربيتيهمش مليح يقولوا يماهم. شو دائما تقعد لي يمات تمشي معاهم حتى ما تبكيش برحس كانت معاهم تبكيش. لا لا ان شاء الله يا ربي ينجحهم كامل ويقدرهم، بالرغم من انه يعني كانوا قالوا انه البارح كانوا امتحانات الرياضيات شويه صعاب، لكن كما نقولوا ماده تعوض على ماده اخرى، ونتمنوا النجاح لكل الممتحنين يا رب.
يلا ورانا لاحقين. فوالا دونك هكا قليتهم كامل باش ياخذوا لي برك هذاك اللون. لا ماريناد هذيك تدخل نقطعهم كامل هكذا او سخون الدجاج. دونك فوالا قطعوهم رقاق قد ما تقدروا، قطعوهم رقاق قطعوهم رقاق باش تجيكم تشبه الشاورما تاع برا. يلا قلنا درنا لهم المارينا تاعهم، قطعناهم اقليناهم وراح يكونوا على شكل طبقه. يلا سخون هذا ونقليته بالعقل مريم. يلا على بالك بلي عندنا مشاهدين بزاف، ومشاهدين يعني ما عندهمش حدود، واوفياء لهذا البرنامج ما عندهمش حدود وما تجمعهمش فقط دولة الجزائر، عندنا مشاهدين من تونس ما شاء الله يشاهدوا فينا الان. واحد الانسان عزيزه بزاف على قلبي هي في بمثابه جده. اسمها السيده مجري، اسمها واسمها السيده، يعيطوا لها في تونس يعيطوا لها العزوزه هكا، ما يقولوش هما العزوزه، هما يقولوا العزوزه صح. ربي يطول في عمرها ان شاء الله، ونتمنى لها يا ربي طولة العمر ان شاء الله، وربي يفرحها كامل بوليداتها. تحيه كبيره لها وكل عائله مجري بتونس، وما ننساش اكيد ماما مينا اللي نوجه تحيه كبيره بتونس. يلا يقولوا لي كاين اتصال، تقبلوا اتصال. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. شراكي الاخت سميه؟ والله غير الحمد لله، وانتيا؟ لاباس خير، صباح خير. الحمد لله يا رب. ناسين لي معاك لاباس؟ الحمد لله في نعمه. الحمد لله. يلا شكرا سميه، حبيت نقول لك نحبك بزاف. ربي يخليك حبيبتي، شكرا لك. والله يموت عليك، نظن نتفرج فيك ما شاء الله، ربي يحفظك ان شاء الله. ان شاء الله حبيبتي، ربي يحفظك. قولي لي برك شكون ومنين؟ ام كلثوم من الصيف. ام كلثوم من الصيف. نعم. ربي يحفظك وتحيه ليك وكامل الناس. نعم. يا الله انقطعت المكالمه، تحيتنا ليها ان شاء الله تعاود تتصل مره اخرى، وتحيه كبيره لام كلثوم وكامل ناس الصيف اللي راهم يشاهدوا فينا. يلا نتواصلوا دائما ولا نواصلوا معكم الطبق التانا اللي راكم تشوفوا فيه، اللي قلنا هو عبارة عن غراتان تاع الشاورما. راح نعاود لكم واش كان فيه هاد الغراتان، كي تعاودي ترجعي في هذوك الشرائح تعاودي تقليهم تحمريهم. نحمرهم برك هذا ما كان. يعاودوا يشربوا لي كامل هذيك لا مارينات اللي كانت هنا اللي خليتها هنا تانيت. نحمرهم بيان ومن بعد نديرهم في البلان، ندير عليهم لي فخيت، ندير بيشاميل ونكمل هكذا، تبقى فخيت تبقى بيشاميل، كي نكمل كامل نغلق بالبيشاميل وندير جبن مبشور من الفوق وندخلها في الفور، يعني حتجي فريمون لذيذه جدا. وي. يلا مشاهدينا راح نخرجوا اول فصل اشهاري ونعاود نوليو لكم. يلا مشاهدينا عاودنا ولينا لكم من جديد، نرحبوا بكل من التحق بنا هذا اللحظه، متواصلين معكم دائما في برنامجكم والرقم الهاتفي عفوا في خدمتكم اللي هو 0323 70 92 94. اعطونا يعني ارائكم، شكون حابين تشوفوا معنا، وحتى على البث المباشر خلوا لنا الاجابه والاقتراحات شكون حابين تشوفوا معنا كذلك. نعاودوا نرجعوا، قلنا الناس اللي لحقوا بنا هذا وين كنا درنا ولا رانا نديرو في الكغاتان تاع الشاورما اللي طلبتوه، بالاضافه الى راح تكون معنا ينتهك هكذا. وي بالي بغوتون. راح يكون حاضر معنا بالفواكه وكامل هذا مازال كامل ما بديناش فيه، راح نشوفوه فيما بعد. دونك هنا الشاورما تاعي سي بون، انتوما خليوها تشرب شويه، خليوها تشرب كامل هذا الزيت وهذاك الماء اللي طلقاتو باش تجيكم محمره وتجيكم فيها هذيك التحميره الشابه وريحه الشاورما. دونك هنا واش نديرو، هنا شوفوا واش راح ندير، عندي هنا لي فخيت، راح ندير شويه تاع لي فخيت وندير عليها شويه تاع الدجاج. درت بيشاميل في البلا تاعي راح تحملنا اصلا هذاك وي الفخيت ما تتحرقش. دونك هنا واش راح ندير، نجيب برك قولي للشيف ديرنا وصفات اقتصاديه تاع الصيف. يلا هادو ديجا وصفات اقتصاديه، نعرفوا انه يعني حتى الدجاج السعر تاعو صعب، يعني تقدروا بالزر فقط تديروا طبق هذا تسيو لمالا ان شاء الله. اكيد يعني احنا نلبوا رغبات الكل، كاين اللي يحب وصفات يعني كيما نقولوا حلويات باللوز على جلد فوالا فوالا، كل خطره نديروا عفسه كل خطره نردوا واحد فوالا.
دونك هنا درت طبقه تاع بيشاميل، درت لي فخيت، نزيد عليها شويه بيشاميل. يلا نستقبل اتصال. الو الو الو، السلام عليكم. الو سلام. وعليكم السلام، مرحبا. كراكي قسميه؟ والله الحمد لله. انت كراكي؟ لا بس الحمد لله. الحمد لله. شكون معايا هنا؟ حوريه من وهران. حوريه من وهران، مرحبا بك حوريه. وكامل ناس وهران. هاي يسلمك. الله يسلمك. يلا كش ما تطلبي حوريه؟ ولا غي بغيت معايا لكم باش نقولكم المسافه تاعكم راهم شادين. ربي يحفظك وهكي تعاودي. وعندي عجوزتي تبغي تموت عليك. سلمي لها عليها. يسلمك. ربي يحفظها ويطول في عمرها ان شاء الله. امين ان شاء الله. ادعو لها بالشفاء، راهي دايره عمليه. ان شاء الله ربي يشافيها. وكل يوم تتفرج. ربي يشافيها ان شاء الله ويطول في عمرها يا رب. ان شاء الله يا ربي. انتم ثاني ربي يحفظكم وربي يخليكم ان شاء الله. يسلمك حبيبتي، تهلاي فيها. يسلمك ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. يلا حبيبتي صافي، ما تطلبي والو حوريه. كل الوصفات اللي راكم ديروهم كاع الحاجه اللي انا باغي معاكم ديروهم. الحمد لله الحمد لله حوريه. شكرا لك. شكرا حبيبتي حوريه، سلمينا كامل على العائله. يسلمك ثم ثاني تهلاو في روحكم. يسلمك حبيبه. بسلام. ربي يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وادعوا لي غير اختي عندها الباك هذا العام. راهي تفوت، ربي ينجحها ان شاء الله وينجح كاع اللي راهم يفوتوا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ربي ينجحها يا رب. ينجح كامل الممتحنين ان شاء الله يا رب. ربي ان شاء الله. شكرا لك حبيبتي. مع السلامه. صحتك. يلا نعاود نرجعوا للطبق ديالنا. قلنا الكغاتا تاع الشاورما، كنا درنا البيشاميل اللي حضرناها امامكم عده مرات، درنا طبقه تاع البيشاميل، درنا عليها هذوك لي فخيت، درنا صدر تاع الدجاج اللي كنا درنا له الماريناد تاعو اللي كان فيها يلا درنا كميه من الزيت. لا موتارد، درنا توابل الكحل، ملح فلفل الكحل، توابل الدجاج، توابل الشاورما، توابل الدجاج محمر، توابل الشاورما، درنا فيها فلفل عكري، درنا فيها فلفل عكري حار، درنا لا موتارد، درنا بصل مرحي، بصل ثوم مجفف وبصل مجفف، بصل مرحي، بصل مرحي، ثوم مجفف وبصل مجفف وبصل مجفف. كيف بديتيها انت فاني تكمليها انت، ما تدخلش انا فيها. يلا كاين معنا اليوم عيد ميلاد والد زميلي رضوان كسري، مسؤول بلاطو. جويز انيفرسير. شحال في رضوان؟ 86 سنه. 86 86 سنه. 86. الاسم رضوان العربي، العربي كسري. طولة العمر ان شاء الله، وعيد ميلاد سعيد، وربي يطول في عمرك يا رب. يلا وين نروحوا مريم؟ درجة الحرارة تاع الفرن تكون عالية كيما العادة؟ دوكا نحطها برا طيب. دوكا دوكا نحطها برا. أباك راك كي تخرج هكذا للزنقة شكون هكا تعطيك تخرج يدك تبرونزي تولي. شوفي احنا على كل حال يعني نحمد ربي يعني رانا مغلوقين هنا. فالناس مساكين اللي عم تخدم سختو هذوك اللي يخدموا رضوان مش واش يقولوا هذوك الدارات اللي الفوق اللي يخدموهم. قولوا لي واش اسمها عندهم اسم. خلينا نغيبوا لي اللي يخدموا الدالات هذوك في هذاك الكودغون وهذوك على بالك واحد درجه الحراره. ماسون ماشي ماسون ماشي ماسون وشنو عندهم اسم راحت لي ما نعرف. المهم الناس مساكين اللي راهم في الصحراء يخدموا، الناس اللي راهم فالواحد دايما يحمد ربي على حنا نعمه المكيف يعني لي كليماتيز وصابا الجي يعني كي تسخنوا تروحوا المناطق كامل اللي فيها البحر كي يسخن الواحد يقدر يروح يعوم يعني كما يقولوا يشيل العظيمات فالحمد لله. فما بالك يعني الناس اللي راهم في السخانه. يلا راح نعاود كما قلت لكم الناس عزيز عليا راهم يشاهدوا فينا من تونس. السيده مجري هي انسانه كبيره في العمر، قلت لكم بمثابه الجده تاعي راهي تشاهد فيا. نوجه لها تحيه كبيره وبوسه كبيره، ربي يطول في عمرها ان شاء الله، هي وكل عائله مجري بتونس بالضبط بنابل، وكذلك بلا ما ننسى ماما منى اللي راهي تشاهد فينا، ربي يطول في عمرها ويخليك دائما تاج فوق راسنا. يلا زيدوا على بالك نعرف بيان لا فامي مجري في تونس. دخلتي لي في الديزويت. والله العظيم انا دخلتي لي في الديزويت. كي قلتي من قبل كنت راح نقول لك، من بعد ما حبيتش نقاطعك قلت ابخي نقول لك. والله نعرفهم بيان في تونس وفي نابل اون بليس. والله
خلاص ما ديروا كونيسون. اه عندك معايا يلا نستقبل اتصال. الو الو. مساء الخير سمية. مساء النور. كيفاش دايره؟ مليحه الحمد لله. وانتيا؟ والله راني فرحانه بزاف في حكمتكم اليوم. انا كنت صدقه حبيبتي. مرحبا بك. شكون معايا فقط مني؟ بزاف. انا معك ام اميره مسلوس. مرحبا بك اميره. الله يسلمك. واش راكي اختي سميه؟ والله الحمد لله. شو الناس تشلف؟ لا بس الله الحمد لله يسلموا كاع اللي جاي يحبوك اختي. يا عمري تحياتي ليهم. انا ثاني نحبهم الناس تشلف. الله يسلمك. كل الله جاي يبغوك. الحمد لله الحمد لله. انا ثاني نحبهم. اختي مريم شاف ناديه كاع الحمد لله بارك الله فيك. شكرا لك. وفيكي بركه. شكرا حبيبتي. يعطيكم الصحه ما شاء الله. يعني يا راكم في القمه كما يقولوا. الله يعطيك ما تمني ان شاء الله. يلا قولي لك شنو حبيتي تشوفي معنا؟ والله الحمد لله كما قال كاع الصوالح اللي كنا الحوايج اللي كنا حابينهم راكم ديرهم منا والحمد لله. باغي برك سميه الكعك باش تاع بكري. الكعك؟ واه هذاك تاع بكري هذاك اللي شافنا مريم ولا ناديه وحده منهم اللي دارت بهم. الكعك تاعنا تاع الغرب الطري ماشي اليابس. لا هذاك الطري هذاك اللي كان بحبة الحلاوة وكاع. إن شاء الله إن شاء الله. أيوا هذاك. والشيخ مريم نشكرها بزاف على التراك اللي دارته في رمضان. سيدي ما شاء الله. سيدي أخي عرفت جاك مليح. والله ما شاء الله روعة ما شاء الله. صحتكم. الأطباق تاعكم ما شاء الله. والله كم نقولك راكم منورينا. ربي يخليك. شكرا لك. أنتم يا راكي ما شاء الله. شكرا لك حبيبتي. شكرا. والله نحبك نحبك بزاف. يا عمري يحبك الخير إن شاء الله. تعيشي حبيبتي. أنا ثاني نحبكم. ربي يهنيك إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. ربي يهني كل واحد. شكرا لك. يعطيكم الصحة. شكرا. مع السلامة حبيبتي. شكرا. مع السلامة. يلا واش باغي يوصل؟ نو ما كاش كي تسمعي فيها. لا سي بور سا تقتاني لا كي تسمعي ولا لا. يلا ألوغ نعاودو نجاوبو في الأثر نروحو للبالي بغوتون تاعنا. هاد البالي بغوتون واش نسحقو فيه؟ عندي هنا سكر كاسوناد نسحقو 200 غرام تاع السكر كاسوناد اللي هو السكر البني. هنا تقدروا تستعملوا سكر بيض نورمال، مي دو بريفيرونس تستعملوا هادية باش تجيكم الكاطو تاعكم حمر. أبخي تشوفوا كيفاش راح يولي يجي لا كولور تاعو شابة. دونك قلنا 200 غرام تاع السكر مع 6 صفار بيض. فوالا عندنا 6 صفار بيض، 200 غرام تاع سكر بني، وعندي هنايا ثاني 280 غرام تاع فارينه مع زوج ساشيات تاع خميره كيميائيه، وعندي 200 غرام تاع زبده ولا مارغارين. خير لا مارغارين لازم تكون تمبيراتور امبيونت ولا بدرجه حراره المطبخ. قلنا الفرنسي ما كاش في الحال. لا باش اني نقولهم ابخي زيد نهضر بالعربيه. دونك نسحقوا 200 غرام تاع سكر بني، سكر بني 6 صفار بيض، 280 غرام فارينه، زوج ساشيات خميره و200 غرام تاع مارغارين. يلا هادو كميات صغار نقدروا نديروهم بالمغرف ولا بالكاس اللي حبيتي بالاحسن هكذا باش كاين الكاس نطلبوا من عيمه الكاس. يلا هكذا باش المشاهدين نقصوا عليهم شويه لانها وصفه يعني لا بخاتي راهم كامل عندهم ميزانه باسكو على حسب لي غوتور اللي يلحقوني راهم صافا. انا نشريو الميزان. انا ما عنديش ميزان. لا انت ما عندكش. انا نشري الميزان. عندك عندي واحد الميزان بصح كي تحطي فيه العسل يروح هكا يزن لك الدوب. يلا انا نشري لك ميزان. بون. خبلة ما نحبش لي كاطو على هذيك ما نحبش المشاكل. لا لا المشاكل. خليهم يخلوا بالميزان. لا لا كي ما عندهمش. داكور. دونك هنا نعاودوا نولوا قلنا 200 غرام تاع كرستور ميتها دا بغيت ندير لك شونطاج عادي. يلا هذا انا معليش نعبرلكش انت عاودي معليش. 200 غرام تاع السكر اللي هي وحده بني، زوج، ثلاثه، اربعه، خمسه، سته، سبعه، ثمانيه، عشره، عشره. دونك 10 مغارف كبار تاع سكر بني ولا ما عندكمش سكر بني ديروا سكر ابيض نورمال. عندي 6 صفار بيض. عندو فقط صفار نعطيك؟ هنا تقيسي بالمغرفه. لا لا 6 صفار خلاص. تزيد الصفار وحده ولا صفار وبياض؟ يعني قصر. لا لا صفار وحده بلا ما تحقوش كامل البياض هنا. هذاك البياض كي تنحوه خدموا به لاميغ غنقولوا ولادكم ولا نخبوه. فوالا. ديروا به لي ماكارون ثاني. هنا نستعملوا الباتور. هنا حتى وين تشوفوا الخليط تاعكم ما يضعفش، هو ما يضعفش بزاف باسكو ما عنديش بياض، عندي غير سكر وصفار. دونك هنا حتى تشوفوا وين لا كولور تاعو ولات فاتحه شويه، ماشي ما تقعدش هكا صفراء، راح تولي شغل بيضه شغل بيج. فوالا <بيج. تصفيق>
فوالا شوفوا كيفاش يولي لاك تولي لا كولور تاعو. دونك هنا واش نبدا ندير؟ نكمل نخلط ونرمي 200 غرام تاع الزبده. وشنو ما نرميهاش كامل، انا قطعتها هكا قطع باش نرمي بالوحده باش تساعد. فوالا دونك هو انا ندور دوكا فيه وانا نرمي في الزبده يتقال لكم الخليط. وشاك فوا نرمي وحده نستنى الاخرى حتى تذوب شغل حتى تتخلط مليح، ماشي تذوب تتخلط بيان، ومن بعد نزيد نكمل الدوزيام باش ما باش لا ماس تاعي ما تسيباراش، سينو راهي حتى شغل حتى تطلق روحها تنفصل على يلا نحاولوا نذكروا كم فيها قلنا. هذه لاماس اللي تحق مع غيز برك. يلا قلنا كان فيها 200 غرام تاع سكر اللي هما 10 مغارف وي اللي ما عندهمش الميزان و 6 صفار بيض خلطناهم مليح وزدنا عليهم 200 غرام مارغارين. 200 غرام ما يتباعوا لي بواط تاع 250 يقدروا تنحوا منها مغرفه ولا زوج مغرفات وتستعملوا الباقي. دونك هنا شوفوا لاماس اللي تحصلت عليها كيفاش دايره تكون شايده روحها. فوالا وشنو تخلطوا مليح باش ما تتسيبار لكمش. هنا عندي 280 تاع فارينه مع زوج ساشيات تاع خميره. خلطوهم؟ فوالا اي خلطيهم. يلا. فوالا. استعملنا زوج اكياس تاع خميره كيميائيه مع 280 هكا. غرام فارينه وي. يلا بسم الله واحده. ديريها كامل باسكو محسوبين. ثلاثه. اربعه. خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 11 مغرف تاع فارينة. يلا شو نخمو فيكم حتى الناس اللي ما عندهمش ميزان 11 مغرف تاع فارينة و 10 مغارف تاع سكر. نسحقوا برك نعيمه تجيب لنا هذوك لي كون تاع الفور. يلا نعيمه من فضلك فقط باش نحو البلا الاول سي بون طاب. يلا طاب حمار الله الله. دونك نخلط هذيك الفارينه تاعي. شحال جاتك من مغرفه؟ 11 مغرفه. 11 مغرفه دونك 10 مغارف سكر و11 مغرف تاع فارينه. هنا نستعمل يلا الشاورما قلنا الكراتا تاع الشاورما تاعنا راهو حاضر واجد الله الله للاسف يعني راهو سخون بزاف دوك فقط يجوا ليغون راح نوري لكم. يلا طفيت نجي نرفدو ماشي على الفوت هادو اطونسيون باسكو هادو ماشي دوش سخان
ماشي دي الصح. روحي بلعب ميتنا حاجة خمسة داخل مري سكيش بالطبق تاعنا وكما راكم تشاهدوا فيه هاو امامكم الكراتا تاع الشاورما اللي حضرناه بلي فخيت. دونك هنا بعد ما ديروا الفارينة تكملوا تخلطوا بالباتر. يدخلوها فقط يدخلوها بالباتر فوالا باش تقيلة ال الباتر صغير سي با كاف. دونك هكا كيفاش نحيها هادي حسنا نحي هادو نخبطهم ديريكت على بالكش معناتها لا 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 مجال ضيع فوالا حنا كيتين نقولوا مجال ضيع انتم تاني يا دار شكون يا دار شكون عاود جايتك نشوفوا. دونك فوالا انتم انا مولفة نديرها في البيتران سي بور سا رضوان قال لك اني غالق الباب. دونك فوالا شوفوا لاباط كيفاش تجي تقدروا تسقموها بيدكم تقدروا نقدروا نتحكموا فيها بيان سور فوالا. دونك نزيد نحي هذه يلا قلنا كان 10 مغارف تاع سكر السكر البني زدنا لهم 6 صفار بيض خلطناهم حتى تحصلنا على هذيك الصفوريه تاع الصفار يعني تغير لونها راح للابيض او البيج. بعدها ضفنا عليهم مباشره الفارينه اللي هي شحال من مغرف 11 مغرف اللي هي 280 غرام وضفنا لها زوج اكياس تاع خميره الحلويات. داكو دونك هنا واش نروحو نديرو سهله مفيهاش بزاف استغفر الله يا ربي نسيت المارغارين. المارغارين 200 غرام 200 غرام تاع المارغارين. بعد ما طلعنا قصكم هذاك البيض قطعت هذيك 200 غرام الى قطع صغيره في كل خطره نزيدو وتخلط بالباتر حتى يعني تذوب ولا تسحقوا برك سنيوه تاع الفور جبنه ناعمه سنيوه. دونك هنا انا حنستعمل هذا المود نتوما الى عندكم هذا ديروا هذا انا نحبوا هذا على جال الشكل تاعو يعجبني. دونك تقدروا ديروا مدور تقدروا ديروا انديفيديوال هذوك اللي كل واحد وحده هذوك لي كاغي اللي يجوا هكذا تستعملوا المول اللي تحبوا. انا نديروا الالومنيوم من تحت ونديروا في سنيوه نسحقوا الفرش يلا يكفينا الوقت لانه لا تخت راهي واجده حنا فقط نوروا لهم الطريقه. دونك شوفوا بلا ما ندير لابوش باسكو ما لازم سنيوه معليش نوري يلا نوجدوا نوروا لهم الوجده راح نطيبها على شحال من درجه يطيب كيطيب هكذا يطيب على 170 درجه مده 20 دقيقه هكا كل ما يشدش الوقت. دونك شوفوا كيفاش يجي فوالا هنا واش عندي هنا لا كريم تاعي هذه واش فيها عندي كريم باتيسير كنت ديجا درت معكم كريم باتيسير حكمت 250 غرام تاع لا كريم باتيسير درتها في الباتور وبديت نزيد عليها 100 غرام تاع مارغارين ونخليها تطلع ندير لا مارغارين كيما كنت ندير هنا في البالي بريتون تاعي ندير لا مارغارين ونخليها تدور حتى وين تطلع تولي لكم كيما اون ديغي موس اون ديغي عندكم موس. دونك عندي هنا لا دوي يلا نستعملوها هي قلنا وصفه سهله وي هايله وبنينه بزاف خفيفة تولي من العشية الصيف سهرة تاني تخدم باردة وي تخدم باردة وتشد ميم كيما تاكلوهاش لو جوغ ميم تشد لك تقعد يلا الفال اللي اصحاب الباكالوريا غير حاجة الحلوين ان شاء الله ان شاء الله يا ربي داود ليليا اسم صديقتي نتمنى لها التوفيق يلا المخرج تاعنا يتمنى لها التوفيق قال لك بنت اختي يتمنى لها التوفيق ليها ولكل الممتحنين دائما لشهادة البكالوريا. يلا نزينوها بهذا الشكل الشكل اللي حبوا انا عجبني هذا الشكل فوالا انا نعطيكم مش لا غوسيت والفكره انتم ديروا واش تحبوا. ميرسي بوكو يعطيك الصحه فوالا نضمن هذه لا كريم كامل في الطرف ابخي في الوسط هنا ندير برك باسكو حنغطيها بالفاكهه ما تتشمخش لا تاخت ما تتشمخش هذا يجي بزاف بنين هو دو باز اسمه سابلي بريتون شغل سابلي طالع ماشي مي كوم جاي هكذا طويل دونك نقولوا له بالي بريتون
يلا نزيدكم مية أخرى. كنا ديجا حضرنا الكريمة هذه أمامهم. وي لا كريم باتيسير فيها 6 صفار بيض، فيها 50 غرام تاع مايزينا و 120 غرام تاع السكر. هادو تخلطوهم كامل في بول وحدهم، ما تطلعوهمش، خلطوهم غير شويه بالفوي. ومن بعد ديروا في كاسونه واحده اخرى، ديروا 500 غرام تاع حليب وخليوها تغلي، غير تغلي فرغوها في الخليط تاعكم تاع البيض. دونك هنا نبدا نديكوري كل وحده والديكوراسيون تاعها كيفاش 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 راح ولا نوعيه الفواكه اللي تكون في عندها. فوالا دونك انا نديكوري نخرجوا فاصل نخرجوا ماشي مشكل. يلا مازال يلا ناخذوا اتصال. يلا ناخذوا اتصال اخر. الو 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 مساء النور. كيفك يا اختي؟ الحمد لله. وانت يا صابه؟ لاباس انت يا صابه؟ الحمد لله حبيبتي. شكون معايا ومنين؟ ام هشام من وهران. ام هشام من وهران. واه كراكي. الحمد لله، مرحبا بك ام هشام. يسلمك توحشتك. يسلمك حبيبتي، تعيشي؟ لاباس راكي غايه؟ ولا غير غايه الحمد لله. وانتيا؟ كلشي بالبركه عليك. الله يسلمك حبيبه، تعيشي؟ الله يعزلك طيب ولهنا ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله. شكرا لك. راكي شابه. يسلمك. راكي تنوري الشاشه ان شاء الله. شكرا حبيبتي، شكرا، تعيشي؟ اخت مريم. والله غير الحمد لله. وانتيا واش راكي؟ لاباس الحمد لله، ولاباس الحمد لله. الحمد لله يسخت عليك. راكم غايه لاباس. الحمد لله. يلا حبيبتي شنو تطلبي؟ شافتي ما ديريه يجيك شباب، البارح كنتي دايره الطيره، اليوم راكي لاباس، راكي ما شاء الله. يسلمك، راني نبروفيتي صبيحه راهي هنا، راني نبروفيتي في المشطات، كل يوم مشطه جديده، تحب تبدل لي اللوك. الله يبارك، ربي يحفظك. يبارك فيك. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، شكرا لك حبيبتي. لاباس. شكرا لك حبيبتي، شكرا. يسلمك، ميتك راهي غايه لاباس. والله الحمد لله. الحمد لله، راكم منورين الشاشة وراكم الله يبارك. يبارك فيك حبيبتي، منورة بكم. راكم موفيين ومكفيين. يسلمك حبيبة، تعيشي. ربي يحفظك. شكرا لك. يسلمك. يلا ما تطلبي والو؟ راكم موفيين ومكفيين، رانا نشوفوا رانا نسيو صالح مريم كراكي. والله الحمد لله. وانت يا واش راكي؟ لاباس الحمد لله، راكي غايه، راكي موفيه ومكفيه. ربي يحفظك، ربي يخليك، شكرا لك. الله يسلمك، راكم كاع شابات. ربي يخليك، شكرا. الله يحفظكم. نتمنى البنت خويا ريت، بنت اختي ريت فوت الباك، بنت خويا البيرم، نتمنى لهم النجاح ان شاء الله. ان شاء الله يا رب، ربي ينجحها ويفرحكم بها ان شاء الله. ان شاء الله كاع الجامعه، ربي يحفظك سميه. شكرا لك حبيبتي، شكرا. يسلمك. مع السلامه، سلمينا على ناس وهران. يسلمك، ربي يخليك، الله يحفظك. شكرا، مع السلامة حبيبتي، مع السلامة. يلا قلنا الديكور يبقى اختياري، الفاكهة اللي تكون حاضرة عندنا. فقط نعاود لكم قبل ما نخرجوا فاصل، لا تخت واش كان فيها ديالنا، كان فيها قلنا 200 غرام تاع سكر بني اللي دعبرناها قدامكم بالمغرف، جاتنا 10 مغارف، زدنا لهم 6 صفار تاع بيض، خلطناهم بالباتر حتى تغير اللون تاعهم، بعد جبنا 200 غرام تاع مارغارين مقطعه مكعبات صغيره، ما نضيفوش الكميه على ضربه باش تقعد دائما متماسكه. ضفنا يعني هذوك المكعبات ضفتهم بالعقل بالوحده بالوحده، بعد ما ضافتهم ضافت عليهم 280 غرام تاع فارينه. الناس اللي عندها ميزان، الناس اللي ما عندهاش ميزان، جاتنا 11 مغرف تاع فارينه معمرين، وزدنا عليهم زوج اكياس تاع خميره كيميائيه. قلنا درجه الحراره اللي نطيبوها عليها تكون 170 درجه، حتى وين تشوفوه حتى وين تشوفوه طلع وخدا هذاك اللون. شوفوا اللون تاعو كي نديروا سكر كاسونات كيفاش يخرج. صح. السكر البني شوفوا لا كولور تاعو كيفاش تخرج. فوالا دونك حتخرج هكا اون ديغي صابل شغل. صح. شتي رمل رمل. فوالا كي ديروا سكر بيض بيان سور ماهيش حتخرج لكم نفس لا كولور باسكو هذاك ديجا هكاك. خير يلا هذه هي قلنا تقعد حوالي واحد 30 دقيقة 20 دقيقة. لا لا حتى تطلع ما تطولش هي هكاك ماكسيموم 20 دقيقة تمتم تطلع. هي راح تطلع ودير لكم حفرة في الوسط، فهذيك الحفرة هي اللي حنديكوريو فيها. خير يلا نستقبلوا اتصال، ربما آخر اتصال. ألو ألو ألو. السلام عليكم أخت سمية. وعليكم السلام. واش راكي لاباس؟ والله الحمد لله. وأنتيا؟ والله لاباس الحمد لله، راكي منورة الشاشة أخت سمية. حبيبتي منورة بكم، منورة بكم.
عايشك ام تقوى مصطيف. انا عرفتك مصطيف غير هدرتي اللهجه عرفتك صطيفيه. عايشك المتابعه الوفيه. الله يبارك ربي يحفظك. عايشك واش راكي اختي ميا؟ والله الحمد لله وش على الصيف. والله على بس الحمد لله. الحمد لله سلمي لنا عليهم. عايشك يسال عليك الخير. يلا حبيبتي قولي لك شما تطلبي. والله غراكم مكفيين وموفيين احنا متابعين ليكم. نشكر الاخت مريم بزاف راهي متعتنا بوصفاتها. ربي يحفظك. شكرا لك. عايشك بارك الله فيها وربي يعاونها ان شاء الله. وفيكي بركه. وفيكي بركه. شكرا. عايشك. يلا شكرا لك حبيبتي. شكرا على اتصالك. عايشك رانا كل يوم نحاولوا كل يوم. يلا احنا محظوظين وسمعنا صوتك اليوم. عايشك بارك الله فيكم وربي يعاونكم. شكرا حبيبتي. شكرا مجمع الشروق وكل. شكرا تحية كبيرة لكل العاملين وصغيرهم. شكرا لك. تحية ليهم. عايشك. هيا مع السلامة. مع السلامة حبيبتي. مع السلامة. شكرا. يلا يلا رمي شهو في الديكوراسيون قال لك حب الملوك راهو زيد النصف لا تاخذ. يلا ديكور اكير راه غير زيد الالوان تاع انا الصيف نقولهم نحبوا انا جادور الالوان نحب حتى نفسها فيه الصيف لا بحر لا والو نحب فيها غير فاكهه شفتي بعد الالوان والله الفاكهه رائعه شوفوا الديكور تاعها شحال راهو هايل هاي امامكم هذه تما تقعدوا تصوروا معاها ديروا معاها هذه سالفي ما كاش غير فاش تاكلوها يلا حضرات وصفة سهلة عاودت لكم المقادير تاعها كما كذلك عاودت لكم مقادير تاع الوصفة الأولى ولا الطبق الرئيسي عفوا تاعنا اللي هو الكراتان تاع الشاورما بلي فخيت دوكا لازم نروحوا نخرجوا فاصل إشهاري مشاهدينا بعدها نتلاقوا بكم على طاولة التقديم. يلا مشاهدينا عاودنا ولينا لكم على طاولة التقديم بالاطباق اللي حضرتهم الشيف مريم لنهار اليوم. مريم يعطيك الصحة. الله يسلمك سمية ميرسي بوكو. دونك كيما كانوا شفتوا غراتان تاع الشاورما و بالي بغوتون تاعنا بلي فخوي فوالا انا عطيت لهم فكرة والابداع ديكور رائع عليهم. ديكور رائع يسلمك يعيشك شكرا. يلا شوفوا التزيين تاعها كان رائع بالفواكه وزدتي فوقها هذيك لاجولي. لاجولي وي باش ميم لاجولي كي تدخلي الفاكهه داخل الفريجيدار راح تقعد محافظه على الشكل تاعها ما تتكمش ما تجمد ما والو تبقى تحافظ عليها. يعطيك الصحه مريم. شكرا لك. نطلب كامل المشاهدين اللي يشاهدوا فينا الان لانه عمه مريم راح تدخل على غرفه العمليات غدوه ان شاء الله. ان شاء الله دعوا لها بالشفاء الشفاء العاجل يا رب. ربي يقومها بسلامه ويشفيك جميع المرضى يا رب. اما انتم مشاهدينا نتلقى بكم غدا ان شاء الله نفس القناه نفس التوقيت خو اوفياء الى برنامج المشير وبقيه برامج قناه الشروق. السلام عليكم.